بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد أولا بمشاركتي في مهرجان البلدة بعد المكلة شاق 2023. أكيد لأنه شوف أغلب الدول في دول قائمة اقتصادها على المهرجانات هذه، لأن فعالية زي هذه شوف كم مردود الدخل اللي بيخش على صالح الناس اللي داخل مثلا مدينة المكلة، من فنادق، من مطاعم، من دكاكين، وعملية البيع والشراء يعني بيستفيد كثير شريحة، يمكن أغلب أهل المكلة بيستفيدوا من الجانب هذا اللي لهم بزنس في الموضوع هذا. وهذه المهرجانات ناس تبدل عليها كثير من الترتيبات، وايضا وجود داعمين معينين للمهرجان. والله يا ابناء حضرموت لازم يكونوا يد واحده امام هذه الظروف القاسيه، يكونوا قلبهم على البلد، يكون هناك في ضمير حي من الجميع لتلافي كافه الاخطاء وكافه المشاكل اللي موجوده في البلد. والله رسالة، أعتقد أنها رسالة سلام ومحبة. البلدة وجهت رسالة سلام ومحبة للجميع. طبعا سعيدة جدا على هذا التكريم، وأشكره كثير معالي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي. طبعا هو لما يكرمنا هو كمان ينشر الفن، وكمان يوجه كمان رسالة حلوة للفن. الفن كمان لسه موجود في اليمن، ولسه إن شاء الله بنشر الفن اليمني في كل مكان. طبعا المكلة والله تعجز اللسان عن شكر جمهورها، وكمان عنها وعن وصفها، لأنه كيف أقول لك يعني المكلة هذه أحسها جنة والله. كمان الجمهور متفاعل ويحب الفن ومتعطش لهذه الأشياء، أنه يشوف فنان يغني، أنه يغيروا كده الأجواء، هذا شيء حلو. أكيد إن شاء الله المكلة يعني كأني هي المقر اللي أنا ساكنة فيها. والله حضرموت بشكل عام حلوة، وناسها طيبين، وكل شيء فيها حلوة. وإحنا يعني ما يمرش عيد وإحنا إلا نكون في المكلة نقدم لهم الأشياء اللي يحبوها، نغني لهم، وأهم حاجة ينبسطوا أهل حضرموت. وطبعا أول مرة نجي إحنا في موسم البلدة، وكان لي الشرف إني أشارك في موسم البلدة أمام الجمهور العظيم هذا. ورؤيتي للمهرجان حلو جدا، وتنظيمه حلو، وحسن الاستقبال، وكل شيء حلو. لنا الشرف جدا كبير ان احنا قابلنا المحافظ وكرمنا، ويعني نشكره من اعماق قلبنا. والله والله اول شيء حضرموت هي يعني كامله مكمله جميله، وجمهورها اجمل، والحفل كان جميل ومثقف، ووصلنا رساله للناس، وان حضرموت ما ماتتش، وحضرموت تنهض من جديد. وتكريم المحافظ لنا شرف لنا، وإن شاء الله يعني لنا زيارات كثيرة قادمة. والجمهور حضرموت بشكل عام هو متفاعل، وجمهور طربي ويحب يسمع حاجات طربية، وجمهور فاهم فنيا، وجمهور أبو بكر سالم يعني إيش تتوقع. طبعا إحنا سعداء بمشاركتنا بمهرجان البلدة السياحي لسنة 2023، وفخورين ونتشرف جدا بهذا التكريم اللي كرمها احنا سعادة سيادة المحافظ مبخوت بن ماضي، واللي كان له الجهد الأكبر في إيصال رسالة من خلال مهرجان البلدة بأن حضرموت هي حاضنة الأمن. حضرموت عرفت منذ الزمن بأنها أرض السلام وأرض الطيبة والناس الطيبة، بعيدا عن الإشكاليات، بعيدا عن المماحكات السياسية، بعيدا عن كل شيء. هذه رسالة سامية قدمت عبرنا نحن كفنانين، قدمناها للجمهور عبر تفاعل الجمهور اللي كان متواجد في الحفل. قدرنا الحمد لله، واعتقد ان الرسالة وصلت من خلال تفاعل الناس في السوشيال ميديا. الحمد لله يعني قدرنا نوصل هذه الرسالة لكافة أرجاء الوطن بأن حضرموت لا تزال هي أرض الأمن والأمان. وأنا عندي ثقة وعندي أمل وتفاؤل كبير بأن حضرموت سيكون لها شأن في قادم الأيام إن شاء الله. وبالنسبة لأي مهرجانات قادمة من هذا المنبر، أنا أقول إحنا حاضرين مستعدين. حضرموت تستاهل كل خير منا. وأحب أوجه رسالة بسيطة لأهل حضرموت بأنهم يتكاتفوا مع سيادة المحافظ
في هذه الأوقات الصعبة اللي تشهدها المحافظة. المحافظ عنده رؤية جميلة جدا للمحافظة، فلازم الجميع يتكاتف حوله ويكونوا يد واحدة، لأنه هو محافظة حضرموت اللي تستاهل كل خير منها. مكلا جميلة، المكلا جميلة زي ما قال أبو بكر سالم في أغاني، وإحنا جينا وشفناها على أرض الواقع وكانت أجمل وأجمل كمان. المكلا تنعم بالأمن والأمان، في روح طيبة، البحر بارد. الجمهور طبعا في بالنسبة لحفلاتنا كان متفاعل جدا، وهذا دليل إنه الجمهور متعطش للحياة، متعطش لمثل هذه الفعاليات اللي أتمنى من السلطة المحلية أنها ما تتوقف وأنها تستمر في مواكبة هذه الفعاليات للجمهور الكريم اللي يستاهل كل خير. ولأن الجمهور أول ما يرى مثل هذه الفعاليات بيشعر بتفاؤل، أنا أعتبر نفسي أحد المواطنين أشعر بتفاؤل لما أرى مثل هذه الفعاليات اللي تشهدها المحافظات، سواء محافظة حضرموت أو غير محافظة حضرموت. بس أنا صراحة لما دخلت محافظة حضرموت أعتبر نفسي حضرمي، فأشعر بجو الفعاليات الجميلة وأشعر بسعادة أنه لا، الأمور لسه بخير والقادم أجمل إن شاء الله، وإحنا مستعدين إن شاء الله لمثل هذه الفعاليات في أي لحظة كانت إن شاء الله. أول شيء أنا سعيدة جدا بحضوري هنا في المكلا، وسعيدة أكثر ولي الشرف أنني كنت جزء من هذا المهرجان الكبير. وطبعا مهرجان البلدة اتفاجأت من الحضور الكبير للجمهور، يعني حضور مبهر صراحة. أول مرة أشوف جمهور في اليمن بالطريقة هذه، والاستقبال استقبلونا بحفاوة، واليوم كرمنا سيد المحافظ، وسعيدة جدا وكان لي الشرف بمقابلته، وإن شاء الله نتكررها إن شاء الله بالمواسم الجاية.